بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنراجع مع بعض الوحدة الثانية من التفاضل والتكامل بعنوان تفاضل وتكامل الدوال الأسية والدوال اللوغاريتمية. تعالوا نشوف مع بعض الأول، نفكر بعض بالعناصر المهمة في الدرس ده، وبعدين ننهي الدرس بشوية مسائل. أول حاجة تفكر ما يلي: نهاية واحد زائد واحد على سين الكل أس سين، لما سين تقترب من ما لا نهاية الإجابة بتساوي اله. أيضا نهاية واحد زائد سين الكل أس واحد على سين، لما سين تؤول إلى الصفر برضه بتساوي اله. خلي بالك الفرق بين الاتنين. نهاية سين نهاية ه أس سين لما سين تقترب من الصفر بتساوي واحد، ونهاية ه أس سين ناقص واحد على سين لما سين تقترب من الصفر برضه هنا بتساوي واحد. نيجي نشوف مع بعض بقى نهاية الدالة الأسية. نهاية أ أس س ناقص واحد على س لما س تقترب من الصفر دي بتساوي، كان هناك في ال ه أس س كنا بنقول واحد، هنا لا مش هنقول واحد، هنا هنقول واحد مضروب في لوغاريتم أ للأساس ه. طب لو قلت نهاية في الدالة اللوغاريتمية نهاية لوغاريتم واحد زائد س للأساس أ على س دي بتساوي لوغاريتم ه للأساس أ، طبعا الكلام ده لما س بتؤول إلى الصفر. تعالوا نشوف مع بعض بقى اشتقاق الدوال الأسية. ص بتساوي ه أس س، لما تيجي تعمل لها اشتقاق هي هياها برضو ه أس س. طب لو كانت ه أس دالة يعني 3 س 4 س س تربيع زائد 5 ه اس جا س، دي اسمها داله مثلثيه او داله عاديه. ص بتساوي ه اس د س، المشتقه بتاعتها بتساوي، ركز معايا قوي، اول حاجه انا بمسك الداله اللي فوق دي وبعمل لها اشتقاق، يبقى انا اشتقيت الداله الاسيه في ه اس نفس الداله ما بغيرهاش في لوغاريتم ه للاساس ه، ودي ممكن ما نكتبهاش لان اصلا الناتج بتاعها بيساوي واحد. طب لو قلت لك ص بتساوي ا اس س، في الحاله دي بكتب الداله الاسيه زي ما هي، خلي بالك 2 اس س داله اسيه، س اس 2 ما هياش داله اسيه، الداله الاسيه هي الاس متغير س او متغير ص، يبقى لازم الاس يكون متغير ما يكونش عدد. ص بتساوي ا اس س، عايزين نجيب المشتقه بتاعتها بنكتبها زي ما هي ا اس س في لوغاريتم ا للاساس ه. طب لو كانت ا اس داله مش س بس داله، اول حاجه هنكتب الداله زي ما هي الداله الاسيه في مشتقه الاس اللي هي د شرطه س في لوغاريتم ا للاساس ه. تعالوا نشوف مشتقة أو اشتقاق الدوال اللوغاريتمية. احنا كل ده بنقعد نذكر بعض بالمعلومات اللي انتوا أخدتوها، وعلى فكرة الكلام ده كله موجود معاك في ورقة المفاهيم. ص بتساوي لوغاريتم س للأساس ه، عايزين نجيب المشتقة يبقى واحد على س. طب لو كانت لوغاريتم دالة يبقى بنكتب هنا شرطة كسر، الدالة بنكتبها تحت في المقام واشتقاقها بنكتبه فوق. تعال نشوف مع بعض بقى اشتقاق الدالة دي، ص بتساوي لوغاريتم س للأساس أ مش للأساس ه، يبقى واحد على س زي الأولى بالظبط، بس بنضيف عليها بقى لوغاريتم ه للأساس أ. هديك مثال عليها هنا بسيط، لو قلت لك ص بتساوي لوغاريتم س للأساس 3 وطلبت منك ص شرط، يبقى بتساوي واحد على س مضروب في لوغاريتم ه للاساس 3. وعلى فكره لو انت عايز تنزل اللوغاريتم ده تحت، خلي بالكم من الحته الصغيره دي، يبقى ص شرطه بتساوي 1 على س هنا لوغاريتم 3 للاساس ه، ده اسمه تغيير الاساس. ص بتساوي لوغاريتم داله للاساس ا وعايز تجيب المشتقه بتاعتها، بنكتب الداله الاصليه تحت في المقام بنشتقها فوق في البسط، وما تنساش
في لوغاريتم ه للاساس الف. نشوف مع بعض بقى الاشتقاق اللوغاريتمي. لو عندك ص بتساوي داله اس داله، في الحاله دي بنعمل اشتقاق او بنعمل هنا لوغاريتم للطرفين. يبقى هقول هنا لو ص بتساوي لو د س الكل اس ر س. خلي بالكم كل ده بالنسبه للاساس ه. من خواص اللوغاريتمات ان الاس ده بينزل في الاول خالص زي ما انتم شايفين كده. يبقى لوغاريتم ص من الاساس ه بتساوي ر س مضروبه في لوغاريتم د س للاساس ه. تعالوا بقى نشوف الاشتقاق بيتم ازاي. لوغاريتم ص للاساس ه يبقى 1 على ص، وما ننساش د ص على د س في الجنب الثاني بقى بيساوي الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى تكامل الدوال الاسية. تكامل ه اس س هي هيها ه اس س، انما تكامل ه اس ك هنا عدد، دخلنا في عدد بقى هنا. تكامل ه اس ك س زائد الف بالنسبة للسين نفس الدالة هي هيها بنكتبها فوق على مشتقة الاس. مشتقة الاس هنا اللي هو الكاف. دي مهمة قوي، حط كده جنبها كده نجمة كده. تكامل مشتقة في دالة اسية مرفوعة لنفس الدالة بتساوي في الحالة دي لو المشتقة موجودة بنلغي المشتقة وبنكتب ه اس د س. طب تكامل الف اس س هتبقى برضو الف اس س على لوغاريتم الف للاساس ه. طب تكامل الف اس ك س زائد ب هي هي هتتكتب برضو فوق، تحت هنكتب الكاف، وما تنساش تكتب لوغاريتم الف للاساس ه. لو انت عايز تطلع ده من تحت لفوق هيبقى لوغاريتم ه للاساس الف. تكامل د شرطه س في الف اس داله، خلي بالك هنا المشتقه موجوده بنلغي المشتقه ونكتب الداله زي ما هي فوق، بس ما تنساش هنا مش للاساس الف، لا مش للاساس ه، دي للاساس الف. طالما هي للاساس الف يبقى لوغاريتم الف للاساس ه. طب تكامل واحد على س، اذا كان البسط مشتقة المقام يبقى لوغاريتم القيمة المطلقة للمقام. دول القاعدتين دول طبعا زي بعض. تعال شوف مع بعض بقى التمارين اللي معانا. اول تمرين بيقول تكامل ه اس ضطا س مضروبة في قطع تربيع س بالنسبة، دي بالنسبة للسين. اول حاجة حبايبي مين فيكم يعرف يشتق لي الزطا؟ ايوه ممتاز، مشتقة الزطا سالب قطع تربيع. يا مستر هنا مكتوب قطع مفيش سالب، وماله؟ نحط لها هنا سالب ونحط بره سالب، يبقى انا حطيت سالب جوه وسالب بره، سالب في سالب بموجب كده مفيش اي مشكلة. هنلغي المشتق وهننزل الداله زي ما هي، بس اوعى تختار الاولى، لا غلط. انا حطيت هنا اشاره مين؟ سالب، فتختار الاجابه رقم ب. تكامل لوغاريتم جذر س للاساس ه. خلي بالكم من المسائل دي، شوف مساله صغيره بس طويله في الحل بتاعها. دي هتبقى بالشكل ده. لوغاريتم هنشيل الجذر تبقى س اس نص للاساس ه بالنسبه لس. انا قلت لك من خواص اللوغاريتمات الاس ده بينزل في الاول، يبقى نص. تكامل لوغاريتم س للاساس ه بالنسبه للس. خلي بالك مفيش تكامل للو س، امال نحلها ازاي؟ دي لازم تحلها بالتجزيء، هنجزئها ناخد دي لوحدها ودي لوحدها. يبقى انا هاخد كده
لوغاريتم س للأساس ه لوحدها واعمل لها اشتقاق واخد الجزء الاخير اللي هو واحد دال س واعمل له تكامل. يلا تعالوا نشتق مع بعض لو س. لو س للاساس ه واحد على س، وتكامل الواحد يبقى س، بس هنا لازم نكتب اشتقاق لو س يبقى واحد على س بالنسبه للس. نضرب كده دول في بعض يبقى التكامل بيساوي ادا نص، نفتح قوس نضرب دول في بعض يبقى س لوغاريتم س للاساس ه ناقص تكامل، نضرب دول في بعض يبقى س في واحد على س بالنسبه للس، هنودي السين مع السين يبقى بتساوي نص سين لو سين ناقص تكامل الواحد يبقى سين، والكلام ده زائد مين؟ زائد ثابت. طبعا انا مش ههتم بالثابت ليه؟ لان هو اوريدي موجود عندك في في المساله فوق. طب اجي ابص كده، بس في معلومه عايز اقول لك عليها مهمه قوي قوي قوي. تكامل لو سين، وده قاعده عامه، بتساوي سين لو سين ناقص سين دايما. ايوه دايما الكلام ده لو جات لك خيارات تساوي هذا النص زي ما هو. هناخد هنا السين عامل مشترك، يتبقى لي لو سين ناقص واحد، مش موجوده في الخيارات يا مستر. طب نعدل الواحد، نص سين موجوده في الاربعه موجودين، يبقى بتساوي نص سين، وهنا لو سين مش هقدر اجي جنبها، ما تنساش للاساس ه، خلي بالك، ناقص الواحد ده هخليه لوغاريتم ه للاساس ه، يبقى بتساوي نص سين لو سين ناقص لوغاريتم ه للاساس ه. برضو من خواص اللوغاريتمات هذا النص بره اهو، نص س، ونكتب هنا لوغاريتم. طالما حبايبي هنا في ناقص تحول الى قسمه، يبقى لوغاريتم س على ه للاساس ه. اجي ابص في الاجابه الاخيره دي اللي انا وصلت لها، نص س لو س على ه، خلي بالك اوعى تغلط. ايوه دي غلط ودي غلط، تمام، يبقى الإجابة فعلا رقم ج. خليك حريص جدا وانت بتختار، لأن كله شبه بعضه زي ما انت شايف، يعني حتى بين ألف وبين ج الفرق الوحيد هنا هي على س ودي س على ه. يبقى الإجابة تطلع نص س لوغاريتم س على ه للأساس ه، وبنختار الإجابة رقم ج. نيجي للمسألة اللي بعد كده، دي نهايات في المسألة دي، لازم نخليها جزئين. الجزء الأولاني هيبقى بالشكل ده، نهاية ه تربيع أو ه أس 2 س ناقص 1 على س لما س تؤول إلى الصفر، زائد نهاية ظا ألف س على س لما س برضه تؤول إلى الصفر. بس هو خلي بالك عطالك إن الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي واحد. مستر إحنا أخدنا في نهاية دوال الأسية هنا أس 2 س، لازم الثلاثية تكون متشابهة. يعني إيه الثلاثية؟ يعني هنا في س وهنا في س وهنا في 2 س، لازم التلاتة دول يكونوا شبه بعض. أخليهم إزاي؟ هقول لك نخليهم إزاي. هنا لازم احط 2، انما كده غلط. طالما حطيت 2 في المقام تحط 2 في البسط، ولو ضربت س دي في 2 مش هتأثر، اصبح الثلاثيه شبه بعض، هنا 2 س وهنا 2 س وهنا 2 س. الكلام ده كله يا حبايبي كل ده بواحد، تبقى 2 في 1
باتنين زائد من اولى ثانوي نهايه ظا، او من تانية ثانوي بالظبط نهايه ظا الف س على س، دي بتساوي الف بتساوي واحد. يبقى لو جالك ظا او جا في الجزئيه الثانيه دي نهايه الظا الف س على س تطلع بالف. مستر طب لو كان في ب تحت هنا يبقى تكتب الف على ب، يبقى نهايه الظا الف س على س تطلع بالف، ولو مكان الظا في جا اكتب برضو الف، انما الجتا لا، دي وضع تاني. طبعا هو طالب منك قيمه مين؟ الالف. بقت المعادله بسيطه جدا، يبقى الالف بيساوي واحد ناقص اتنين تطلع الاجابه سالب واحد، وتختار الاجابه رقم ب. ومع السؤال اللي بعد كده يا شباب، اذا كانت س لو ه للاساس ص بتساوي واحد، عايزين نجيب المشتقه الاولى لما س بتساوي واحد. اول حاجه هنعمل تعديل بسيط في المساله دي. ايه التعديل اللي هنعمله؟ هكتب كده س لو ه للاساس ص بتساوي واحد، انا عايز اجيب السين لوحدها، يبقى السين بتساوي واحد على لوغاريتم ه للاساس ص. هطلع الكلام ده من تحت لفوق، لازم تغير الاساس، يبقى شكله عامل كده، يبقى لوغاريتم ص للاساس ه. نعدل بقى في الجزئيه دي، يبقى الص بتساوي ه والسين، حولتها من صورة لوغاريتمية إلى صورة أسية. هو بيقول عندما س تساوي مين هنا؟ تساوي واحد، بس خلي بالك لسه ما جبناش المشتقة الأولى. يبقى المشتقة الأولى بتساوي ه أس س، هي هي. هنعوض عن السين بواحد، تبقى ه أس واحد بتساوي ه، وبتختار الإجابة رقم أ. شوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. إذا كانت س في ص ناقص 8 لوغاريتم ه بتساوي صفر. خلي بالك طالما مفيش حاجة هنا يبقى الأساس ب 10، ما بيتكتبش. إحنا عارفين زي الجذر التربيعي، لما بكتب كده كده أنا عارف إن هنا القوة هنا 2، فمش لازم أكتبه. حش عبد الرحمن أو حتة مش عارف رحت فين. مع السؤال اللي بعد كده يا شباب، اذا كان س ص ناقص 8 لو ه للاساس كام؟ مفيش حاجه تحت هنا، هنا 10، ده لوغاريتم المعتاد ما بيتكتبش. خلي بالك هو عايز هنا المشتقه الثانيه. تعال نشوف مع بعض ديت هنحلها ازاي. س ص ناقص 8 لو ه بتساوي صفر. حبايبي ده عباره عن حاصل ضرب دالتين، يبقى الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه اللي هي الصاد في مشتقه الاولى بواحد ناقص. حبايبي ده كله عدد، ده عدد، يبقى المشتقه بتاعته بصفر، والكلام ده بيساوي صفر. يبقى س ص شرطة زائد ص بتساوي صفر. طالب مننا المشتقة الثانية، خلي بالك مش المشتقة الأولى، المشتقة كمان مرة. يلا يا حبيبي، دي عبارة عن حاصل ضرب دالتين، الأولى في مشتقة الثانية يبقى ص شرطتين زائد الثانية اللي هي ص شرطة في مشتقة الأولى اللي هي بواحد زائد مشتقة الصاد يبقى ص شرطة. الكلام ده بيساوي هنا صفر. نكمل هنا، يبقى س ص شرطتين زائد 2 ص شرطه بتساوي صفر. هو عايز المشتقه الثانيه، جميل قوي. من العلاقه دي عايز اجيب جزء مهم قوي، عايز اقول ان الص شرطه بتساوي سالب ص على س. خليكم بس فاكرين العلاقه دي، يبقى ص شرطتين بتساوي سالب 2 ص شرطه
على س تساوي سالب 2 في، انا مش هكتب صاد شر، هكتب العلاقه اللي انا جبتها في الاخر دي اللي هي سالب صاد على س، وخلي بالك ان كان في س موجوده في الاول. يبقى صاد شرطتين او المشتقه الثانيه بتساوي سالب في سالب بموجب، هتبقى 2 صاد على س تربيع. ادور في الخيارات، اول واحده لا، ثاني واحده لا، ثالث واحده لا، هي الاجابه رقم كام؟ رقم د، 2 صاد على س تربيع، دي الاجابه الاخيره. شوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. ده نهايات، 1 زائد 1 على س، ده سؤال بسيط قوي، بس في مشكله صغيره. ايه المشكله؟ الاثنين دي حبايب قلبي، لو الاثنين دي مش موجوده، احنا كلنا عارفين ان نهايه 1 زائد 1 على س اس س لما س تقترب من الملا نهايه دي بتساوي ه، اي عدد يتكتب هنا يبقى ه اس الف. طب هنا مكتوب 2، تبقى الاجابه ه اس 2، فتختار الاجابه رقم د. عايز اوضح لك نقطه مهمه قوي. نفترض جدلا كانت بالشكل ده، هنا س زائد 2. بص، طالما في موجب او سالب مش هيأثر، هتطلع الاجابه برضو هي اله. لكن انت تأثر بقى لو كان السين قدامها عدد، تكامل 3 س تربيع زائد 5 على س بالنسبه لس بتساوي نقط زائد ثابت التكامل. اول حاجه دي عباره عن تكامل دالتين، تعال مع بعض نكمل الداله الاولى. الدالة الأولى ديت سهلة جدا كلنا عارفينها. لما نيجي نكامل 3 س تربيع بالنسبة للس بتساوي، هتبقى 3 س بنزود 1 ونقسم على الأس الجديد، بنروحوا مع بعض، بتبقى الإجابة عندك س أس 3. طبعا دي الإجابة خطأ، دي ممكن ودي ممكن ودي إجابة خطأ. يبقى عندك دلوقتي خيارين بين الب وبين الجيم. تعالوا مع بعض نعمل تكامل لخمسة على س بالنسبة لس. حبايب قلبي أول ما أشوف عدد أطلع العدد ده بره، هتبقى 5 تكامل 1 على س بالنسبة لس، العدد اللي بره بنكتبه زي ما هو، تكامل 1 على س يبقى لوغاريتم القيمة المطلقة للي تحت للمقام طبعا زائد السالب، هتبقى عندك الإجابة اللي هي رقم ده. طب ايه الفرق بين ج وبين ب؟ فرق في الإشارة، فرق الوحيد في الإشارة. خلي بالك عشان ما تتخدعش، انت ممكن تحله ماشي كويس جدا، ركز وهدي أعصابك، اقرأ التمرين كويس، ما تخليش حاجة تشغلك خالص عن الامتحان. شوف السؤال اللي بعد كده. نهاية دالة لوغاريتمية، في ناس بيحلوا المسائل ديت بطريقه مختلفه، يقول لك نعمل ايه؟ نجيب مشتقه البسط ونجيب مشتقه المقام، دي ما هياش غلط، اجابه صحيحه 100%. لكن احنا هنخليها على الصوره اللي احنا متعودين عليها. اول حاجه لازم انا اتخلص من الثلاثه دي. الثلاثه دي في المقام تحت، طلعها بره. بشكلها عامل كده. اهو ادي تلت اهو. نهايه. لوغاريتم 1 زائد 2 س على س بالاساس ه لما س تقترب من الصفر. احنا لازم يا جماعه نخلي الثلاثيه كلها متحده. يعني ايه الثلاثيه؟ طبعا هنا في س وهنا في 2 س، يبقى لازم احط هنا 2. كده غلط، طالما حطيت 2 في المقام حط 2 في البسط، يبقى هنا في 2. ايضا س تقترب من الصفر حط هنا برضو 2. اصبح كده الثلاثيه، بص 2 س 2 س 2 س، كل ده حبايبي كل ده بواحد، فالاجابه تطلع 2 على 3 مضروبه في الواحد، فتبقى 2 على 3. حضرتك تختار الاجابه رقم ج.
وما تتخدعش وتختار دال. خلي بالك تكامل ه اس س على 3 ناقص ه اس س. تمرين زي ده برضو من التمارين البسيطة، أنا بفكرك بس مش أكتر. هل البسط مشتقة المقام؟ تعال نشوف مع بعض. تعال نشتق المقام الأول. مشتقة التلاتة بصفر مفيش مشكلة. مشتقة ه أس س برضه به أس س، بس هنا في إشارة سالب. يبقى لازم أحط سالب هنا. وأحط سالب بره. يبقى لازم يكون عندي سالب بره. كده بقى تمام. يبقى البسط مشتقة المقام. هيبقى سالب لوغاريتم القيمة المطلقة للمقام. للأساس هي طبعا. دي الإجابة بتاعتنا. ألف خطأ. جيم نشوف جيم ونشوف ب. طبعا ب هنا في تلت، لا مفيش تلت معانا، غلط. ودي غلط. بالظبط كده. طب واحد يقول لي طب يا مستر دي غير دي، لا حبيب قلبي هنا القيمة المطلقة، والله القيمة المطلقة 3 ناقص ه أس س هي هيها القيمة المطلقة لـه أس س ناقص 3. هو احنا ليه بنحط قيمة مطلقة؟ عشان لو سالب هطلع لك بالموجب. تبقى الإجابة سالب لوغاريتم ه أس س ناقص 3 للأساس ه، وتختار الإجابة رقم ج. ممكن يجي لك بقى في المنطقة دي سؤال مقالي، أنت عارف إن أنت عندك سؤالين مقاليين وكل واحد عليه درجتين. تعالوا مع بعض نشوف تكامل اللي قدامنا. هنطلع ال ه بره، يعني أول حاجة هكمل لك الجزء الأولاني ده لوحده. ال ه ده عدد يا جماعة يساوي تقريبا 2.7، ده يطلع بره خالص. أهو تكامل 1 على س بالنسبة لس هتبقى ه لوغاريتم القيمة المطلقة للمقام للأساس ه زائد سالب. ده الجزء الأولاني. تعال نشوف الجزء الثاني. تكامل س على ه. أيوه برافو عليك. ال ه تحت طبعا ده عدد يطلع بره خالص، بس هيطلع 1 على ه. تكامل س بالنسبة لس يبقى 1 على ه، وانتوا كلكم عارفين ان تكامل س عبارة عن بنزود 1 ونقسم على الأس الجديد. تبقى الإجابة النهائية بتاعتنا هتساوي، نكتب له كده، يبقى التكامل ت تساوي ه لوغاريتم القيمة المطلقة لس للأساس ه زائد 1 على 2 ه س تربيع، والكلام ده زائد مين؟ ما تنساش الثابت لأن ممكن تنقص عليه نص درجة، وأنت في عرض 1/10 من الدرجة. بكده حبايبي يبقى أنا كده خلصت معاكم الجزء الثاني. إن شاء الله انتظرونا في الجزء الثالث من حل اختبارات على التفاضل والتكامل.